كان الرئيس السيسي قد شهد افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض وعدد من المشروعات الأخرى ضمن جهود الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى وعمليات التطوير والتحديث للمشروعات القائمة. كما شهد الرئيس السيسي تدشين سفينة وادي الملوك التابعة لشركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، ورفع العلم المصري عليها، وذلك كان ضمن افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض. في إطار قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير ورفع العلم على سفينة وادي الملوك أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري، استقبل سيادته السيد رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM وعدداً من كبار المسؤولين بالشركة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أشاد بعلاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين مصر وفرنسا، مؤكداً أن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة على صعيد إنشاء المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية به، بما يعزز من قدرته في دعم التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي. من جانبه تقدم الرئيس التنفيذي لشركة CMA الفرنسية بالتهنئة بمناسبة افتتاح محطة تحيا مصر، مشيداً بمناخ الأعمال في مصر، ومؤكداً تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في إدارة الموانئ، وكذا التوسع في نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية في موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية.